تاني شائعات قالوا منشور تداولوه على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكيات لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف. إيه والنبي ده يعني؟ والنبي ده كلام؟ والنبي يا جماعة ده كلام يخش الدماغ؟ طلعوا منشور بيقول إن الحكومة هتبيع أصول وممتلكات بمليارات الدولارات دي بتاعت الأوقاف أهو. يا إبراهيم أنا كنت عايز المنشور بسرعة. خلاص مش مشكلة. بسرعة وزارة الأوقاف ردت وقالت يا جماعة الكلام ده كلام فارغ، كلام غير صحيح، وكل المستندات والحجج الوقفية تم نقلها من مبنى وزارة الأوقاف اللي في باب اللو اللي في مصر اللي في وسط البلد إلى مبنى وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة. أنا قلت الكلام ده امبارح وأول امبارح. كفاية بقى يعني خلاص خلصنا يعني. خلصنا من الكلام يعني خلاص يعني المبنى اتفضى الناس مشت الموظفين الوزير مشي المستندات نقلت الأجهزة نقلت الوزارة فاضية الوزارة فاضية ما عادش فيها حد في الوزارة بالتالي حصل حريق قال لك الحريق عشان المستندات يا عم ما فيش مستندات حرقت قال لك يا عم لا ده المستندات اصلا ضاعت واتحرقت الدولة راح تواخد بقى الحاجة بقى ايه الكلام الفارغ ده اصلا يا جماعة مش كده يعني بجد مش يعني قال الداخليه اشاعه وادي الاوقاف اشاعه وادي قناه السويس اشاعه وادي الجيش اشاعه وادي السكر حد اشاعه ايه اللي بيحصل يا جماعه اللي بيحصل ده كتير والله كتير